خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال الدكتور باسم تهامي، رئيس بعثة الأولمبياد الخاص بالمنتخب المصري في برلين تحديدا. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. صباح النور يا فندم، ألف ألف مبروك. يعني 49 ميدالية متنوعة، أعتقد ده إنجاز. عاوزين بقى حضرتك تحطنا في تفاصيل هذا الإنجاز، ويعني إزاي قدرتوا إن أنتوا تحققوا هذا الرقم، اعتقد اللي مش سهل يعني. والله الحمد لله رب العالمين، طبعا احنا بنحمد ربنا وبنشكر فضله يعني على الانجاز العظيم دوت، ان احنا وصلنا ان احنا نبقى متواجدين قدام 190 دوله على مستوى العالم. نعم. ونرفع اسم مصر الحمد لله، ونحصد العدد ده من الميداليات في 15 رياضه زي ما حضراتكم اتفضلتوا. نعم. في الانترو الشامل العام يعني ما شاء الله، يعني حاجه نفتخر بيها ان حضراتكم. احنا اللي نفتخر بيكم. لا والله يا فندم، شكر وتقدير لحضراتكم والاسره الاعداد على الانترو الجميل دوت اللي بيقول كل التفاصيل. نعم. خليني اقول لحضرتك، احنا بدانا الاعداد للمشاركه دي من اكثر من سنه ونص، بان احنا ابتدينا نعمل مسابقات وبطولات على مستوى كل محافظه لوحدها، وبعدين نعم. ابتدينا نعمل بطولة للجمهورية عشان نختار الأبطال دول عشان يقدروا إن هم يمثلوا مصر. بعد ما اخترناهم ابتدينا نعمل لهم كشوفات طبية، وبعدين عشان نتأكد من سلامتهم ومقدرتهم على التحمل. بعد كده ابتدينا نعمل معسكر تجريبي للأفراد جميعا بتوع البعثة عشان نقدر برضو نشوف اعتماديتهم على نفسهم. إن احنا مسافرين بقالنا أكثر من أسبوعين، الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا في نهايه العمل وتصادقت الجهود وتصادقت كمان، وقدرنا ان احنا نوصل للانجاز دوت. خليني اشكر كل منظومه العمل في رعايه ذوي الاعاقه في جمهوريه مصر العربيه، وعلى راسها فخامه السيد الرئيس معالي الوزيره الدكتوره نجيب، معالي الدكتوره نجيب قباز مش وزيره التضامن. نعم. اه يا فندم، ووزير الرياضه معالي الدكتور اشرف صبحي على دعمهم اللامحدود، سفاره مصر في برلين معالي السفير خالد جلال اللي يعني في الحقيقه من اول ما وصلنا لغايه ما رجعنا دعم لا محدود. كل ده طبعا برعايه فخامه الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي على كل المجهودات العظيمه الدوليه دي اللي احنا قدرنا نوصل لها ونحقق الانجاز بتاعنا. طيب دكتور باسم، بعد التحية زي ما كنا بنقول في المقدمة يا فندم، 49 ميدالية متنوعة ما بين ذهبية فضية برونزية، خلينا نعرف من حضرتك كده كم ميدالية ذهبية، يعني خلينا نفندها كده للسادة المشاهدين، كم ميدالية ذهبية، كم فضية، كم برونزية، اشرح لنا كده يا فندم. والله يا فندم يعني أنا شخصيا أكتر حاجة بتسعدني إن كل واحد من اللاعبين بتاعتنا الحمد لله رب العالمين يقدر ان هو يوصل الحمد لله ان هو يحقق انجاز ويتحدى نفسه ويوصل ان هو يجيب ميداليه. عدد الميداليات زي ما حضرتك طلبتي 17 ميداليه ذهبيه و13 ميداليه فضيه و 18 اسف 19 ميداليه برونزيه. ما شاء الله. طيب خليني اعرف برضو من حضرتك، يعني احنا عدد المشاركين كان قد ايه؟ العدد الاجمالي كمان في البطوله من المنافسين وصل لكام تقريبا؟ احنا بنتكلم في 190 دوله. بالظبط يا فندم، احنا ما يقرب من 7000 لاعب ولاعبه على مستوى العالم، طبعا بجانب كل ما تحتويه الكلمه من المحيطين بيهم اللي كانوا بيتابعوهم اسرهم، يعني الحمد لله رب العالمين. أكثر من 7000 لاعب، أكثر من 2000 حكم، أكثر من 5000 متطوع متواجدين خلال الفترة كلها في برلين لخدمة الأولاد دول. نعم. طيب دكتور، هل في يعني سن معين للمشاركين ولا السن مفتوح أمام الجميع؟ الأولمبياد الخاص الدولي حاطط رولز من أهمها إن الولد المشارك في المسابقات الرياضية يكون أول حاجة من ذوي الإعاقة الذهنية، رقم 2 يكون السن بتاعه عدى 8 سنوات. نعم. طيب وده في جميع الألعاب؟ يا فندم، لا هو أول كل الألعاب ما عدا
الفروسيه ومعاه ده رياضه رفع الاثقال، لان ليهم طبيعه خاصه. صحيح. لازم النمو بتاع اللاعب يكتمل بشكل معين يا فندم عشان يقدر ان هو يشترك في المنافسات بتاعتنا. طب دكتور باسم، يعني لو تعرفنا ايه الالعاب اللي شارك فيها ابطالنا وحققوا عدد كبير من الميداليات فيها والمراكز المتقدمه؟ حضرتك ذكرت تقريبا لما فنان ده 49 ميداليه ما بين 17 ذهبيه تقريبا و19 فضيه، ويعني اعتقد الباقي طبعا كان البرونزيه. لو حضرتك تقول لنا ايه الالعاب دي يا فندم؟ هم 17 ذهب، 13 فضه و19 برونز. بشكرك الحمد لله. يا فندم الحمد لله رب العالمين. احنا اشتركنا في 15 رياضه، كره القدم وكره السله بنات، الفروسيه، الجودو، العاب القوى، رفع الاثقال، الريشه الطايره، البولينج، التنس الارضي، الهوكي، الجمباز، السباحه، الدراجات، تنس الطاوله، وكره البوسي. طيب بشكل عام المستوى، مستوى المصري كان عامل ازاي في البطوله يا فندم بشكل عام؟ هل كان في تحديات هناك واجهتكم؟ يعني لو تقول لنا الاجواء كده العامه. هو طبعا ان احنا نبقى موجودين في مكان، مبدئيا يعني موجودين في مكان اقامه الحدث، ده كان لوحده بيمثل تحدي، لان طبعا اختلاف شويه في اللغه، اختلاف شويه في اماكن اللعب عن الاماكن اللي اللاعبين بتاعتنا كانت بتتمرن فيها. الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نحقق دوت. برضه هنا انا يعني اشكر كل منظومه البعثه المصريه وفريق عمل الاولمبيات الخاص المصري على احترافيتهم وعلى الاداء المتميز اللي خلانا ان احنا نقدر نحقق الانجاز دوت. خليني اشكر واحنا بنشكر حضرتك وبنضم صوتنا لصوتك طبعا، بنشكر كل فرد في البعثه، بنشكر كل يعني الكباتن وكل المشاركين اللي رفعوا علم مصر في يعني هذا المحفل الهام تحديدا، اللي بنقدر نقول من خلاله ان المصريين موجودين، ان المصريين بيتصدروا، ان المصري من ذهب، ان المصري قدر يجني هذه الميداليات. بنشكر حضرتك دكتور باسم تهامي رئيس بعثة الأولمبياد الخاص المصري ببرلين، شكرا لوجودك معنا.